أكد المواطنون في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ضرورة محاربة الإشاعة بكل أنواعها لما لها من سبب رئيسي في تهديد الأمن والاستقرار المجتمعي، مشددين على أهمية أخذ المعلومة من المصدر المعتمد من الجهات المختصة لضمان الحقيقة ومنع ذوي الغرض السيء من استغلال الظروف الحالية. بالنسبة لموضوع الإشاعة، موضوع غير صحي للمجتمع ويهدد أمن واستقرار المنطقة والمجتمع، ويا ريت يكون وعي أكثر لهذا الموضوع وناخذ يعني الأخبار من جهات رسمية، من جهات موثوقة، لأن أكو يعني مغرضين يحاولون يعني يكون يستفادون من هاي الأمور، بالتالي هي كلها تأذي وتضر انه المجتمع والمدينة واستقراره، مثل ما جاي نشوف حاليا بالسابقين السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار متداولة، أخبار غير صحيحة، يعني بالتالي راح تزعزع الأمن. المطلوب يكون الوعي أكثر، ما يأخذ بكل الأخبار اللي موجودة، مو أي شيء نشوفه نصدق به وهاي الأمور، ونكون يعني على اطلاع أكثر، نكون تأني أكثر بأخذ الأخبار، وتكون مصادر يعني موثوقة ومصادر رسمية ناخذ منها تشيل الاخبار. نحن كل شيء لازم ما نصدق، ويقولون فلان صار هيس وهيس اشاعات ما نؤمن بها، ما نصدق. نحن انسان لازم موثوق يصير، نحن كل واحد قال كلام ما نصدق بها. اكو ناس من قال في كلام نعرف هذا الشخص شنو، مو كل واحد قال كلام نحن صدقنا به، مصادر رسميه ثقه يصير صح له. هذا اشاعات موجود من ادم الى اخر بشر، هذا يبقى حتى بلبله يصير وحتى الوضع ما يستقر وعلى المود. اكو ناس مستفادين من شيء وهذا هو، والحمد لله كل شيء ماكو، نبيع ونشتري ونجيبه كل ماكو شيء، الحمد لله. اي والحمد لله، ويبقى امانه وان شاء الله يبقى. بس نحن شنو لازم نتوحد، نتيجة ما تحوت نتوحد احسن يصير، نقوى نصير واحسن يصير، افضل يصير. ايد واحد ما يصفق، نحن لازم كلنا نصير واحد. ايش قد ما صرنا اخبار نصير، وان شاء الله وكل خير موجود ان شاء الله بوجود العراقيين بوجود الناس الطيبين. كل مكان موجود الاشاعه، بس الفاهم وال يعني المدرك بهيج مواضيع ويفكر ياخذ المصادر الرسميه من جهات الامنيه، من شيوخ العشائر، طبعا من كبار السن. ايه احنا الاشاعه قبل مشت علينا، يعني شلون تقول وقعتنا بتهلكه. تدي بالمصادر الامنيه، بشيوخ العشائر طبعا. فاحنا الحمد لله وعينا على هاي المواضيع كلها، صارت يعني عندنا وعي بهيجي امور.